اهلا بكم. من المشاكل اللي بيعاني منها كتير جدا مننا ارتخاء المثانه، خاصه كبار السن ومرضى السكر. وطبعا ارتخاء المثانه ده بيسبب التهابات في القضيب، وبيسبب ايضا ضعف جنسي، فما يقدرش الانسان ان هو يؤدي واجباته الزوجيه بصوره جيده، وايضا بيسبب تقطير في البول، وناهيك عن الالام اللي بتحصل في الكلى وبتحصل في الجوانب. ليه؟ لان الانسان ما بيقدرش ان هو يتبول بصوره طيبه، ما بيقدرش ان هو يستمتع بحياته الزوجيه بصفه عامه. كذلك ايضا انا حاسكن ليك وصفه بتقضي على ارتخاء المثانه بتقوي لك من المثانة، ولو انت عندك هبوط فيها عن المستقيم تقدر ان هي ترجعها لك مرة تانية، فهي بتجفف الرطوبات اللي موجودة فيها وبتقويها وبتشدها. والوصفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاستخدوص، زي ما ذكر ابن النفيس بالضبط في كتاب الشامل في الصناعة الطبية. تقدر انك انت ترجع لها في باب الاستخدوص ما يخص علاج النفط، يعني ادوات النفط زي الكبل والدبر زي ما ذكر بالضبط في الكتاب. هي دي طبعا عشبة الاستخدوص زي ما انتم شايفينها بالضبط، ودي سبحان الله اللي بتقضي على الضعف الجنسي والمشاكل اللي بتكون موجودة في المثانة. وأيضا كذلك أيضا لو في مرأة بتشتكي من آلام في الرحم، وكذلك أيضا ارتخاء الرحم، الوصفة دي بتقوي من ارتخاء الرحم. ولو عندك أي مشاكل في الحوض، ولو عندك أي مشاكل أيضا وضعف في الحيوانات المنوية، تقدر أنك أنت تستخدمها، فهي بتقوي لك جدا من عدد الحيوانات وبتكثر لك منها. وسبحان الله من أفضل الأشياء اللي بتعالج ارتخاء المثانة لدى كبار السن ولدى مرضى السكر بصفة عامة، علما ان الوصفة ملهاش اي اعراض جانبية نهائيا، وهي بتقوي من الاعصاب اللي موجودة في الجسد. وتقدر انك انت ترجع وتقرأ عن فوائد عشبة الاستخدوص في النت، هتلاقي فيها ليها فوائد لا تعد ولا تحصى. طيب كيف ان انا استخدم الوصفة؟ زي ما هتشوف كده بالظبط، زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هي ديت عشبة الاستخدوص. تقدروا ان انتم تبحثوا عنها في جوجل وتعرفوا الفوائد العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذه العشبة لعلاج الأعصاب وعلاج غالب الأمراض اللي بتوجد عند بعض البشر. طيب أنا دلوقتي هقوم بطبخها، زي ما انتم شايفين بحط المية على النار واجي حاطط الاستخدوص ضيفها ليها كده زي ما انتم شايفين الآن بالظبط، واسيبها لحد ما تغلي إن شاء الله. طبعا هي أظهرها يعني بتدي اللون البنفسجي زي ما انتم شايفين أمامكم الآن. هسيبها تغلي وبعد كده ننزلها من على النار ونشوف ازاي ان احنا هنستخدمها. طبعا دي العشبة اللي احنا هنستخدمها في علاج كثير جدا من الامراض، وهشرح لكم ازاي ان احنا هنستخدمها بعد ما غلت معايا اهيت. وبعد ما قمنا بطبخ الوصفة هنقوم الان بتصفيتها زي ما انت شايف، تقول بسم الله. وهي دي طبعا شكل الاعشاب بعد ما قمنا العشبه بعد ما قمنا بطبخها. نقدر بقى ان احنا نشربها مره في الصباح ومره في المساء، وهي طبعا ملهاش اي اضرار جانبيه. سم الله واشرب وما تخافش. بسم الله. هي مره بس استحملها. بسم الله. لو عندك اي وصفه بتقضي على ارتخاء المثانه يا ريت تضعها لنا في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا منها. وما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليك اطيب تحياتي، انا اخوك يوسف احمد، وما تنساش تشيرها لاصحابك فتدل على الخير كفاعله.